دعا مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قطع العلاقات مع الجزائر واستدعاء سفيرها بالرباط بشكل مستعجل، ردا على إساءة قناة الشروق الجزائرية الموالية للنظام العسكري إلى شخصية الملك محمد السادس. وتطاولت قناة الشروق في برنامجها ويكاند ستوري على شخصية الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية بمشاركة سليمان سعداوي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر. واعتبر معلقون أن القناة الجزائرية ابتعدت في هذه الحلقة عن البرامج السياسية الساخرة المقبولة، وعمدت إلى الإساءة بطريقة وقحة إلى الملك محمد السادس لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس الدولة، فيما أكد آخرون أن هذه الإساءة تتجاوز كل اللباقة وكل الأعراف التي كان من المفروض استحضارها قبل القيام بمثل هذا الفعل المرفوض. ويأتي هذا التطاول على الملك محمد السادس في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام الرسمي الجزائري منذ نجاح المغرب في تحرير معبر الكركرات الحدودية وطرد ميليشيات جبهة البوليساريو.